بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني بصفتي رئيس مبادرة نمى العالمية أن أقدم بشرى لسكان هذا الشام. كما ورد في التقرير، لديهم نقص في الخدمات والإنارة والمياه. هناك بشرى من مبادرة نمى العالمية بإذن الواحد الأحد، إنشاء مشروع لإنتاج مياه الشرب والري، مليون لتر مربع، مليون لتر في اليوم، من مساحة 100,000 متر مربع. وستكون المياه تنتج غنية بالأكسجين وبدون كهرباء، بل من الطاقة الشمسية. لا يوجد في إنتاج المياه أي عنصر كهرباء، فهو إنتاج مستدام من طاقة مستدامة من طاقة مستدامة. وهذا النظام اسميناه سوماث، من سولار ماث، يعني حسابات السولار ماث. هذا بالنسبة للمياه والزراعة. لكل فرد بسم الله الرحمن الرحيم. كل جمعة سوف نستمع إلى تسجيلين